القناة الرسمية للشيخ الدكتور عبد اللطيف زاهد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. والله يعفو على الجميع، براش حال فيهم، كيف فيهم ناس يعني اللي الناس اللي فيهم الخير، ولكن الشيطان كيغويه ولعله يتوب الى الله تعالى. من الطرائف واحد النهار كنت طالع مع هذا الشارع ديال معمل الخمار، كنت في شي مناسبه، جيت مع شي 12 الليل ولا مع وحده الليل، طالع مع الشارع، جيت تبان ديك العتبه ديال المعمل ديال الخمار، لقيت واحد شاد القرعه ومخدم واحد الراديو طالق شي سهرات شي كذا، وجالس. وانا دابا كنقول واش نقول ليه السلام عليكم ولا ما نقول ليه السلام عليكم، لان دابا الا قلت ليه السلام عليكم غيقول لي وعليكم السلام، وقلت دابا انا اكراما لاسم الله، الا قال وعليكم السلام غيذكر اسم الله وهو شكرا. قلت اودي بلا ما نقول ليه السلام عليكم غادي ندوز. يلا فتو بواحد ربعه الخطوات دار فيها واسي عبد الطيب والسلام عليكم، ما قلتي ليش السلام عليكم، قلت ليه وعليكم السلام. دابا ملي خرجت منك انت ولا واجب عليا نرد عليك، قلت ليه وعليكم السلام. بغيت نمشي قال لك والله يتجي تقز حدايا. ايوا القضيه عاوتاني فيها تقز حدايا. قلت لها ولكن راه غادي نجي نقز حداك وانت شاد القرعه، اللي داز غيشوف القرعه بيني وبيك غادي يقول راه انا خدام معاك راه كنشرب انا وياك. والقضيه قلت له خبي ذاك الهم بعدا خبي. جبد مسكين واحد الطرف ديال الجورنال وخشاها في الجاكيطه ديالو، قال لي واه جلس معايا، طفي ذاك الراديو طفي ذاك الراديو، يلاه جلس. اشنو بغيتي؟ قال لك بغيتك تدعي معايا. ايوا بقيت كندعي معاه مسكين، المهم تندعي معاه حتى داك الشيء اللي قسم الله. قال لي شوف نهار الجمعه غتلقاني في الصف الاول قدامك. وسبحان الله جا داك السيد يوم الجمعه كنشوف فيه راه جالس، قلت لي ان الله يهدي من يشاء. المهم اننا ندعيو معاهم، ما نحيدوش الياس من اي واحد من امه محمد، اي واحد من امه محمد صلى الله عليه وسلم ما ندعيوش عليه، لان الا دعيتي عليه زدتي تكرفصي عليه، لان شي واحد من الصحابه داز شي واحد سكران جالسين كيعايروه وكيسبوه. وقال لهم ذاك الصحابي اعينوا الشيطان على اخيكم ولا تعينوا الشيطان عليه، عاونوا اخوكم على الشيطان، عاونوه باش يغلب الشيطان وما تعاونوا الشيطان باش يزيد يتكرفص عليه ويغلبه. ثم قال رحمه الله باب ما ينهى ان ينبذ فيه. هذا النبيذ، النبيذ هو واحد نوع من الشراب، دابا تيحطوا الفواكه في الماء مده معينه، لكن كل فاكهه بحال العنب بحال الشريحه بحال التمر، كل فاكهه عندها واحد المده في كتوصل لدرجه الاختمار. قبل من ديك المده كيتسمى النبيذ، يعني كتشربوا بحال العصير لكن ما كيسكرش، لكن ملي كيفوت كيسميوهم على دوز، ديك النسبه معينه ديال الكحول ملي كيطلع لواحد النسبه كيولي كيسكر. اذا فهاد العمليه ديال انك دير الشريحه في الماء ولا دير التمر في الماء ولا دير الزبيب في الماء ولا كذا كيتسمى الانتباذ. الانتباذ يعني الانتباذ اي يعني القيام بمثل هذه العمليات لبعض الفواكه الجافه لكي تصبح نبيذا، لكن غير مسكر. هنايا ما هو او ما هي الفواكه التي ينهى عنها، او ما هي الطريقه التي ينهى عنها في الانتباه؟ قال هنايا عن مالك، قال يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذه كتسمى السلسله الذهبيه. السلسله الذهبيه يعني بحال قلتي هادو كلهم الكبار، مالك نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الناس، خطب الناس في بعض مغازيه، فقال عبد الله بن عمر فاقبلت نحوه. شفتوا كيدير الخطبه، هذه الخطب كيتسمى خطب العارضه، كاين الخطب الرسميه بحال خطبه الجمعه كتكون يوم الجمعه، خطبه العيد كتكون يوم العيد، هذه خطب رسميه، وكاين الخطب العارضه
كيديرها الخطيب او الامام في شي مصلحه من المصالح. شحال مره كيطلع من قصاصه من المنبر نص الاسبوع ماشي خطبه رسميه، كاين شي سبب من الاسباب، بغى يدير شي غزوه ولا بغى يصيفط شي حد ولا بغى يخبر الناس بشي خبر، كيطلع للمنبر كيطلع للمنبر وكيخطب. وحتى في الطريق في الغزوات احيانا يخطبوا. قال عبد الله بن عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد الغزوه، وفي واحد اللحظه سمعتوا راه تيخطب سمعتوا راه تيخطب، فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه، فسالت ماذا قال. قال لك انا جاي بحال قلتي كان بعيد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ديك اللحظه اللي وصل لقى رسول الله رسالة الكلام ديالو او الخطبه ديالو. فسالت ماذا قال. شوفوا الحرص ديال الصحابه، الحرص ديال الصحابه على العلم، يعني الا فاتوا شي جلسه ولا شي خطبه ولا كذا تيسول شنو تقال فيها.